صباح الخير لا فامي، جيسبر كو فوز علي بيان. دوما باغ جوي تخي بيان الحمد لله. كيما كتشوفوا معايا داك ابو راس سامي. دونك فوالا سالي القرايه اونفان. الحمد لله سالينا نهائيا. ما المهم سالي القرايه فرحان، ودابا راني شومار كنقلب على خدمه تقلب على الطاج. هادي ال شناهي SDF ما عنديش نسكن، راني ساكن عند خونا هذا، غادي يجري عليا السيمانه الجايه وين غنرجع ونرجع عنده ما تخافوش. دونك فوالا كاين واحد الجديد عندنا، عضو جديد في العائله، ها هو عاد سمينا انا سامي، سميناه فرانك تبارك الله. المهم غنضربو ديال دويره ان شاء الله بالعشيه. المهم اوني ساندي لو 8 افريل ياك 8 اليوم، المهم 8 افريل ولا 7 غادي نمشيو نديرو لي كورس موراها نمشيو نضربو دوره في الموطور، وبالليل غادي نمشيو نتعشاو عند واحد خونا مغربي تشهينا ناكل طاجين ولا شي لعبه بحال هكا فهمتي المغربيه. شتو اش كيدير؟ شتو؟ تيشجع لا كولونيزاسيون اسرائيليان. شتو تقول بالعربيه؟ ما عرفتش الله اعلم. هانتوما بديه انا ما غناكلوش معاه اصلا كيجيني غالي هادشي. هانتوما بديه حول ولا قوة الا بالله. شوية على الفريز. هانتوما كنوصل للدار عندنا الباني ديالنا هنايا كنعمرو نعاودو نخشيو الدار. ياك اسي سامي فن على مزيناتو. غادي نتغداو بيت فيها، غادي نصاوبو لاداند صراحة بصح نقطعوها. صافي انت تقلي ديك البطاطا شي مشكل سي عاود ديرها في المقلاة ولا شي حاجة. خليو يتشحر فوالا. الناس اللي متبعينيش في لي ريزو سوسيو، المهم كيما كتلاحظو دابا راه تبدلت عليكم، قطعت شعري. المهم قطعتو، علاش قطعتو؟ كلشي تيسولني علاش قطعتو هذا. لحقاش مبقاش شعري مبقاش كيما كان، ولا مبقاش كيغيش لي زعما اون فورم ينعس هكا ولا هذا، ولا ديما سميتو وخسر فهمتي، مبقاش زوين مبقاش بقاش جوين. سي بوغ سا حيدتو دابا بدلت الشكل شي شوية. ايوا فوالا ديكو غادي نتغداو و موراها نخرجو بالموطور مع فخونك. فوالا حاجة اخرى علاش غبرت ديكو، كانت كان عندي امتحانات اخبر مني. يلاه كنت رحت للكروس، كنت مشيت لسيتي انيفرسيتيغ، كان عندي امتحانات و فوالا ماقدرتش نفلوغي بزاف. واصلا ما كان عندي ما نقول لكم، كنبغيش ندير دي فيديو غير باش ندير دي فيديو فهمتيني، كنبغي فريمون ندير شي فيديو نوري لكم شي حاجه اللي انا براسي عمري درتها وشي حاجه غنستافدوا منها نتوما نيت. فوالا ديكو باش نسلك لكم اللون جي كيتي لو ما شومبر باش ما نبقاش نخلص الكرا على والو. اون سو مون شوي اون بلان ريشيرش دو ستاج، مازال ما لقيت ستاج ولا ما لقيتوش في هاد لي دو سيمين اللي جايين. غادي نرجع المغرب واقيلا نديرو تما، سي تري تري ديفيسيل باش تلقاه. و فوالا كنلقى شي وحدين مي سا مانتيريس با، كان شي ديميسيون مي غادي شي فيدوني ما غنستافد فيهم والو. سي بور سا ما درتهمش، كنحاول نلقى شي حاجه اللي غادي فريمون نستافد فيها. وهذا ما كان، وكانت هذه السبب الاسباب اللي قطعت شعري حتى هو باش نمشي ندوز اونتروتيان ستاج كون مقبول. وهذا راك عارف ما كتعرفش. باي ذا واي خليو لي فوتخ افي كي جاتكم لا نويل كوب، وهذا نعرفكم شنو كتفكروا. واخا نورمالمون انا كان داك السيد ديال الشعر تيعجبني وهذا. المهم سا بريزونت اون فيت ما لا بيرسوناليتي ديالي، مي بون الظروف هي هادي. شنو اخر بغيت نقول لكم ديكو. فوالا جيت عند سامي لباغ هنايا نقص معاه واحد شويه من الوقت على ما نقلب ستاج. ما لقيتش جوست غير وليت نرجع للمغرب، لقيت غادي نبقى هنايا ونخرج نكري لابارتمون ديالي بوحدي. فوالا ديكو حنا كنعديو و ان شاء الله يكون خير. ديكو فوالا شنو اخر
pour ce qui concerne la procédure, la colle chère d'Imzian, d'abord, les admissions et les refus, ou même les réponses des universités. Inch'Allah, il concrète, nous te l'arrive mois 6, une belle procédure visa, la colle chère, c'est la chaîne d'y aller, mais c'est juste gâte solo. Moi, il me dit que je serai à Wajd. Balatès. سامي عمرو لاكريس لا فامي وقعت لي تضحك غير شويه كنت حتى في لي ريزو سوسيو سناب وانستغرام كنصرب هادي وكيسحبهم بيغ مي راه سونز الكود راه 0% وكنت باغي نضحك معاكم والله بنادم بقى تيقول لي طحتي لي من عيني وكنت داير المهم كنت كنعتبر بحال القلبه ديالي والناس تخي كتصربوا هذا المهم راه كنت نضحك معاكم راه 0% راه ما فيها حتى شي حاجه و ميم طون قلت ندير ديديكاس لدوك الدراري لان عجبني الحال اللي قال ديك الهضره الوغ منعم عقيل سفيان النجار وعلي السعدوني كنوجه لكم التحيه وما كنرجع الله نشوفكم ميرسي بوكو بور لو ميساج اللي صيفطتو لي فوالا ديكو دابا غادي نمشيو نضربو دويره ها سامي تيمشي دراسه تيلبس السريوال ماتيريال يلا شوف راسي كبيرة باش نقوم السيري ياك ما كنسمعكش تهضر في الكاسك ها؟ كنسمعكش تهضر في الكاسك ايوا راه دابا سي سا لو بيت واش راه باغي يدخل شوف عاد خبات ويلي ارتور ليلى ارتور شدود قادة قريب بزاف اصاحبي رجع على الكلام الاخر مزيان صافي فن النصرة إخبارية بون فوالا ليكن في علمكم أول مرة تركب في الموطور ماشي أول مرة المهم ثالث رابع مرة ولي تخوا ثاني خطوة كنت درت كسيدة فهمتيني كلهم كندير فيهم أكسيدون الحمد لله المهم هاد المرة لالي بعدا داز مزيان الحمد لله الساعة حنا جينا مزيانين كي كانت تجربة هذا رجلي ضروني بزاف ماشي ديك سيري سامي كندرج على الله شوية وغادي نطيح هو ما تيحاولش عليك يديرها بالعاني وكنبقى شاد فيها مازال ما صرخيش فيها عذبته المهم هنايا واحد الله صاحبتي المهم هاد الحالة ما تيديناش فين كيتجمعوا كاع لي موطار ديال المهم ديال لا ريجون باريزيان هنايا تيجلسوا كيدوزوا ساندي سوار ديالهم هنا تخونكيل فوالا دابا جيني كسب هاد القهوة هادي غادي ناكلو شي حاجة دغيا ولا نشربو شي حاجة وابخي نكملو الطريق ولا نرجعو ديك الساعة نشوفو شنو نديرو موراها بلي غادي نتلاقاو السي حسين سي سي ار كتعرفوه غنمشيو نتعشاو بلي ان شاء الله برا فوالا هادشي اللي كاين سي سامي نعم شي كلمة شو تقول؟
ملي كنصيفطو ليه ما كيجاوبناش عادي عادي لا علاش ما بغيتيش تسمعني علاش لا ما نهضرش حتى بنتي دابا غنسب صافي راه غادي يمشي كلش شنو باش تسمعني اكثر اللي كنهضر عندك هذاك الدراري اللي راه مطلق المهم الدراري حنا جينا للريستو اللي قلت لكم مغربي تقطع لي راسو صافي زوج ولا بحال هكا المهم اللي بغي شويه غاليه وعايز مره ماشي مشكل تجي مره في العام مره في العامين هذه المهم تيجي داكشي نوريكم تشوفوا دابا النهار ملي دخلنا عكس دخلنا شي وحده ونص الليل وعكس باش نفيلمي لا فان لا فيديو و صراحة داز دابا هادي سيمانة باش داز ديك الخرجة عاد كنفيلمي لافان المهم كنا سالينا الماكلة المهم داكشي زوين كان صراحة داكشي زوين صافا ماشي شي ماشي سي با 100% ماروكان ماشي ديك البنة ديال الطاجين المغربي بصح بحال اللي كتاكلو في الدار مي بون كتفكر شوية الجو كان الجو زويون في الريستو داكشي كان الريستو سميتو ليسبواغ في انيير سور سان دا كان شي واحد هنا في باغي وباغي يمشي ياكل مغربي سيتي بيان المهم صافا اش بغيت نقول لكم المهم درنا شويه في لي شونز اليزي تسركنا شويه مره دخلنا للدار هذا ما كان ان شاء الله لي بروجي بور لا شين في الوقيت اللي جايين في زعما في لي مو بروشان غادي نحاول نبدل لو سيت شويه لان المهم كوم فو سافي لا بروسيدور راه سالات وهضرت على كلشي تقريبا كلشي هضرت عليه لاني صافي اللي كان باغي يشوف شي حاجه لا بروسيدور راه غادي يبقى يعاود لي فيديو غادي نحاول ندخل ان سيت جديد غادي مزال نفكر فيه الا كان عندكم شي اقتراحات حاولوا تعاونوني تعطوني لي زافي ديالكم خليوني في لي كومونتير لي كونساي باش نعرف شنو نحاول ندير ونعرف شنو تبغوني زعما نهضر عليه هادشي اللي كان هذا كنفكر فيه دابا حاليا باش هكا لاشين ديفلوبا ودخل شي حوايج جداد مابقاوش ديما في زعما في ونستاغن با فواحد لو نيفو اللي بقاو فيه ديما حابسين فيه فهمتيني نبدلو شويه غادي يكونوا سي نورمال يكونوا لي فلوغ مي غتكون شي حاجه كتستاهل نصورها شي خرجه زوينه مي ابارامون بغيت ندير شي حاجه اللي غتكون فغيمون فهمتيني بحال دابا هكا كاس في البيرو ديالي وكنهضر على شي على مواضيع سميتو اللي مهمين اللي غيفيدو الناس اللي غيفيدو لي ستوديون شاب اون جينيرال فوالا هادشي اللي بغيت المهم اون غرو سو كو جو روسون اللي كنحس به اللي كندوز به اللي كنعيش به نبغي نبارطاجي معاكم في دي سوجي اللي مهمين شويه تيقيسو كلشي فوالا ديكو ما تنساوش لاش باشكم لا فيديو خليو لي ان تي لايك و كومونتيو عفاكم باش يكون تفاؤل شويه باش نمشيو شويه غير تكبر تقريبا وصلنا ل 15000 ابوني حنا غاديين في لو بون شومان بالفضل ديالكم والمساعده ديالكم فوالا المهم نيتي با دو لايك دو كومونتي دو بارطاجي مع اصحابكم ونشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله.